السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة يا جماعة عن المقص بتاع الخضروات. مقص الخضروات ده يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين كده فيه 5 أسلحة، يعني 5 مقصات في مقص واحد. طبعا ألواناته كلها جميلة جدا، تمام. هما دول اللونين اللي موجودين عندي دلوقتي، إنما هو ألواناته أصلا موجود منه ألوانات كتيرة جدا وألوان جميلة جدا. طيب ايه القطع اللي موجوده معاه دي؟ كل مقص يبقى نزل معاه قطعه زي كده، علشان لو انت بتقطعي بيه مثلا حاجات خضروات زي اللي مرسومه على الصوره دي، يعني ده مثلا بصل، ممكن تقطع العروج بتاعته دي يتيمك حلقات زي على الصوره دي كده، ممكن تقطعي بيه شبت بقدونس، اي خضروات تتقطع بيها، ممكن تقطع بها ورق، ممكن تقطع به اي حاجه. يعني هو زي المقص العادي، بس ده بيقطع 5 قطع مع بعض. هجيب ورقه واوري لحضراتكم ازاي. جبت يا جماعه ورقه اهوت، اوضح لحضراتكم طريقته. شايفين هيعمل ايه في الورقه؟ قطع الورقه كلها شرايح صغيره كده، تمام. يعني لو انت عايزه بقى هتزيني اكله، هتعملي حاجه، ممكن يعملها لك بنفس الطريقه كده. جميل جدا والواناته ممتازه جدا، وهيوفر عليكي وقت كتير جدا. شايفين في ثواني، في ثواني. جميل جدا والله، وسعره على قد الايد. الفيديو ده لحد كان طلب مني مقص الخضروات عايز يشوف شكله، عايز يشوف شكله وبيستخدم ازاي قبل ما يشتريه. حد كان كتب لي كده في التعليقات، فانا الفيديو ده علشان هو فيديو بسيط جدا وصغير جدا، بس انا ما حبيتش ازعل حد. اتمنى اللقطتين الصغيرين دول يكون عجبوا حضراتكم، وعجبوا حضراتكم يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان كل ما ننزل فيديو جديد يوصل لكم اشعار بيه. دي علشان تنضفي بيه كده بس كده يا جماعة. فيديو بسيط جدا، اتمنى يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.